بسم الله الرحمن الرحيم بإذن الله تعالى في هذا اللقاء سنقوم باستكمال شرح أداة البين تول نضغط على أداة البين من شريط الأدوات أو على حرف البي من لوحة المفاتيح تفاعل معي شريط الخصائص في اللقاء السابق شرحنا كيف نتعامل مع الباث في هذا اللقاء هنشرح الشيب نفس الفكرة بضغط ضغطة بزر الفأر الأيسر فبرسم لي عبارة عن خطوط مستقيمة بغلق الشكل بلاحظ أنه الشكل هذا حط لي في لاير جديده وسميتها شيب واحد وفي نفس الوقت موجوده عندي في البانل بتاع الباثيز الشكل هذا بيتكون من جزئين اللي هو الفيل والستروك الفيل هو لون التعبئه الستروك هو الحدود خلينا نشوف خصائص الشيب عند الفيل اول شيء بحكي له نو فيل نو قلار. كاني انا رسمت مسار بدون اي تعبئه في الداخل في المنطقة هاي بحكي لي سوليد بعبي الشكل بلون واحد وبإمكاني أختار اللون اللي بدي من المنطقة هاي أو أروح على الكالر بيكر وأختار اللون اللي في المنطقة هاي وحدد اللون اللي بدي إياه وأحكي أوكي okay. الخيار الثالث للتعبئة هو الجريديان التدرج اللوني بين لونين فبإمكاني أختار أي Gradient موجود عندي اذا انا بدي اضيف جريدينتس غير هذول الموجودين عندي بروح على ترس بضغط بزر الفار الايسر وبحكي له بريسيت مانجر وبحكي له لود وبحدد مكان الجريدينت اللي انا نزلته من الانترنت يبقى يعني بالتالي لابد ان اروح انزل جريدينت جاهزه موجوده على الانترنت واحملهم من قائمه لود زي ما تعلمنا كيف نحمل البراشز في المنطقة هاي في عندي الـ الـ الشفافية لو ضغطنا على اللون الأسود بقدر أتحكم في درجة الشفافية أزيدها أو أقللها في المنطقة هاي هي منطقة المنطقة هاي اللي عندي هي منطقة الشدس لو أنا زودت هيك بلاحظ منطقة الظلام كيف بتزيد المنطقة هاي هي منطقة الهايلايتس لاحظ معاك كيف بتزيد Gradients في منه أنواع Gradient لينير بشكل خطي بشكل ريديال دائري انجل زاوية Reflected وعندنا الشكل الأخير دائما وهي عندي عبارة عن الزاوية لو أجيت أنا أحرك هيك لاحظ معاك بيصير بشكل الزاوية بتتغير وفي عندي أنا هنا سكيل للجريديان لو أنا بإمكاني أزيد الجريديان السكيل لاحظ كيف التغير وبإمكاني أقلل الجريديان بالشكل هذا في عندي في المنطقة دي align with layer بيعمل alignment للgradient with layer لاحظ كيف الفرق المنطقة هاي في عندي شغلة اسمها reverse للgradient المنطقة هاي هي عبارة عن منطقة shadows والمنطقة اللي هاي حواليها highlights لو أنا ضغطت على reverse فبعكس لي gradient color النمط الأخير للون التعبئة هو الباترنز في عندي مجموعة من الباترنز الجاهزة بامكاني في المنطقه هاي اتحكم بالسكيل لاحظ معي كيف لو انا قللت السكيل ايش بيصير؟ لو زدنا السكيل كيف الشكل بتغير البتر لو بدي اضيف مجموعه من البترز الجاهزه بضغط على الترس بحكي له بريسيت مانجر وبحكي له لون خلينا نعطيه سوليد كلر ونعطيه لون اصفر هلقيت برضه في عندي لون للستروك الستروك هذا في المنطقة هاي نفس القائمة اللي شفناها خلينا بس أول شيء نزيد الستروك درجة بالشكل هذا على يوضح معنا الستروك هو لون الحد هذا بإمكاني أعمله نو no كلر بإمكاني أعمله سوليد كلر بإمكاني أعمله جريديانت بإمكاني أعمله باتل زي ما شفنا في لون الفل فخليني أنا أعطيه لون الأزرق. المنطقه هاي بامكاني ازيد سمك الستروك في المنطقه هاي في عندي مجموعه انماط للستروك بالشكل هذا بالشكل هذا خلينا نحكي له مور اوبشن خلينا نرجع للشكل هذا الخط هذا اللي انا رسمه لاحظ حدود الشيب اللي انا رسمته الستروك في الداخل لو حكيت له اوتسايد بلاحظ انه الستروك في خارج حدود الشكل لو حكيت له سنتر هتلاقي نص الستروك في الداخل ونصه في الخارج خلينا نحكي له في الكورنرز في عندي زوايا حاده متر ممكن اعملها راوند بشكل دائري وممكن نيجي نعملها بيفلد بشكل مشطوف او مخصوص قص خلينا هلقيت نغير شكل الستروك بالشكل هذا بامكاني انه الداش هذه اغير او ازيد او اقلل من مساحتها يعني مثلا بإمكاني أقول اثنين بالداش المسافة ما بينها بدي إياها اثنين لاين داش لو أنا شلت الصح أمام الداش لاين رجع لي إياها كلاين بنحكي له أوكي في المنطقة هاي في عندي أنا width وهي عندي وسبعه 517 الهيت اللي هو 400 فإذا كان السلسلة هاي مسكرة لو زودت أنا width هيزيد معايا الهيت نسبة وتناسب أنا عندي 517 فانا بامكاني احكي له 700 انتر فبلاحظ انه صار 541 لو قللت الهيد وقلت له انا بدي اياها 400 فاجد انه الويت تغيرت ل 517 لو شلنا السلسله بامكاني انه ازيد او اغير كل واحدة لحالها انا عندي الهيد 400 بامكاني اخلي الويت اللي هو 600 انتر في المنطقه هاي انا كل ما اعمل شكل جديد كان يحط لي لاير جديده انا ضاغط على نيو لاير خلينا نعمل شكل جديد هنشوف ايش بده يصير في المنطقه هاي. بلاحظ انه رسم لي شيب 2 في لاير جديده لانه انا بحكي له هان نيو لاير. طب لو حكيت له كومباين شيبس اعمل لي دمج للشيبس انا واقف على اللاير هاي لو اجيت رسمت شيب بالشكل هذا بلاحظ انه الاثنين شيب اعمل لي كومباين وفي نفس اللاير هجيت انا واقف على الشيب هذا نضغط على بين بدي احكي له انا هنا ايش سبتراكت فرونت شيب لاحظ الشكل اللي انا رسمته فوق طرح لي اياه من الشكل اللي تحت الشكل اللي انا رسمته هان عمل لي اياه سبتراكت لانه هذا كان في الفرونت طيب خلينا نكمل الآن خلينا نوقف على الشيب هذا خلينا نختار في المنطقة هاي Intersect شيب Areas هيعطيني المنطقة التقاطع نضغط في المنطقة هاي ضغطة فبالتالي هيعطيني المنطقة التقاطع فقط على المنطقة هاي موجود عندي ثلاث أشياء ممكن تساعدني أثناء عملية الرسم اللي هي الرولر المسطرة الجايد guidelines، الخطوط الارشاديه الجريد الشبكه كيف ممكن تساعدني انا على سبيل المثال خلينا نشوف اول شيء الرولر انا عندي هاي المسطره الافقيه والمسطره الراسيه بدي ارسم بوينت في المنطقه هاي بدي اختار اداه البين نرسم بوينت في النقطه هاي 10 مثلا مقابل على 10 في المنطقه هاي 10 و10 راسي وافقي اضغط ضغطه بزر الفار الايسر في المنطقه هاي عند 50 بامكاني اضغط ضغطه بزر الفار الايسر أرسم لي خط مستقيم بامكاني اجي في المنطقه هاي مثلا عند خمسين بضغط ضغطه بزر الفار الايسر وباجي عند عشرة هاد بضغط ضغطه بزر الفأرة الايسر وبسكر الشكل هذا فانا بامكاني باستخدام الرولر المسطره ارسم الشكل اللي بدي اياه عن طريق النقاط هذه المسطره هذه ممكن اظهرها بكنترول ار واخفيها بكنترول ار اخفيتها اظهرتها كانت اول طريقه عندي بتساعدني في عمليه الرسم هي الرولر الطريقه الثانيه هي الجايد لاينز انه بامكاني انا اضغط في المنطقه هاي اسحب جايد لاينز خط ارشادي في المنطقه هاي بقدر اسحب خط ارشادي في المنطقه هاي بامكاني اسحب خط ارشادي راسي في المنطقه هاي بامكاني اسحب خط ارشادي في المنطقه هاي وبعدات البنتول بقدر احط النقاط بالشكل انا بدي اياه شفنا كيف استخدمنا الخطوط الارشاديه جايد لاينز في عمليه الرسم لاظهارها واخفائها كنترول كاف بخفي الخطوط الارشاديه كنترول كاف باظهرها الطريقه الثالثه انه عن طريق الجريد كيف اظهر الجريد كنترول وحرف الطاء فظهر لي الشبكه هاي من خلالها بستطيع ان ارسم مثلا مربع في المنطقه هاي بضغط انكر ضغط بزر الايسر في المنطقة هاي من خلال الجريد استطعت ان ارسم مربع وايضا بستطيع ارسم مثلا مثلث في المنطقة هاي بالشكل هذا انا اظهرت الجريد هذا كنترول طا وبقدر اخفيها بكنترول طا اظهار واخفاء هجيت تعلمنا ثلاث طرق بتساعدني في عملية الرسم اللي هي الرولر المسطرة كنترول ار اظهار واخفاء الجايد لاين كنترول كاف بخفيهم وبظهرهم كنترول t بظهر لي الجريد الشبكة يعطيكم العافية وبتمنى تكونوا استفدتم من هذا اللقاء